بدنا نتلقى هالاتصالات. حاضر؟ اهلا وسهلا فيك. اول اتصال معنا من دولة الرئيس نبيه بري. تفضل دولة الرئيس. مساء الخير. مساء الخير عزيزي بيشيل. اهلا. مساء الخير جميل غسال بخيبر. اهلا اهلا دولة الرئيس. يعني انا بالبداية بدي اعتذر من شخصك الكريم على الفصل الدائس اللي عملوه في جماعة المطير بالمجلس. جماعة المطير بس عزيزي اللي احنا عم نوفر مازوت. شو نحن دولة الرئيس ما عنا نوفر على الدولة اللبنانية بس في مليون شغلة بنوفر أكثر من المازوتات. على كل بشكر اتصالك. قول إنه الموضوع بدوش بوجه للجنرال عون مثل ما حبوا البعض يقولوا، وأنا بدي وجه رسالة للجنرال أبوجهاش من خلالك يا أخ أستاذ، إنما أنا بوجهها من خلال نبيل الأولى لأنه راح يعصب ويبلش من الزدار وبالنازل. ايه اوكي كمل دولة الرئيس. ليك دولة الرئيس، دولة الرئيس انا بنقل الاخبار من الزنار وطلوع. هو يا عبي انت ليش بتتعلم الزنار وبالدازي؟ هو بحب يصيف من بزمار وطلوع. بزمار وطلوع. وانا بدي هاي بقول له لغسان انه يا اخي جيب لي فاتوره بحق كيس الشبع اللي اشتراه لندفع له اياه بالبزنات المجلس. دولة الرئيس وزعته على الدراكيل اللي كانوا قاعدين تحت بلا كهرباء مشي حاله. حلو يا حبيبي. هلا بتدفع لي قصه الدراكيل لو تجيب لي فروجات من البسطتين اكثر. شكرا دولة الرئيس. شكرا على اتصالك. شكرا دولة الرئيس. في معنى اتصال ثاني.